ونروح للصعيد تحديدا إلى محافظة قنا وتكريم رئاسي لاثنين من الشباب الصعايدة الجدعان اللي أنقذوا حوالي 16 روح من خطر الموت لما حصلت حادثة زي ما حضراتكم شايفين، عربية أو ميكروباص وقع في الترعة، واثنين من الشباب الجدعان الصعايدة قاموا بإنقاذ أرواح هؤلاء اللي كانوا داخل هذا الميكروباص. والرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتكريم هذين الشابين، ومعايا منهم الأستاذ علي حسين أحد الشباب المكرمين. أهلا، الله يخلي لحضرتنا عليك. أهلا بيك أخ علي. أهلا بيك، الله يخليك. قول لي الموضوع حصل إزاي؟ والله الموضوع أنا كنت طالع الصبح كده رايح مدينة جوف، تمام، وكنت راكب عربية من اللي كانت ابن عمتي يعني، واتفاجأت بالعربية قدامي اتقلبت على اليمين بره على الطريق، بعد كده نزلت المية. أنا في أثناء العملية يعني كان لي 40 يوم عملية كتاب، على طول برضه خلعت هدومي وما استنيتش أعمل أي حاجة غير إن أنا كان في نجار على الطريق رمانا شاكوشيا، وابتدينا نكسر في الجزاز وابتدينا نخرف في الناس. برضه نزل احمد صلاح جنيني اللي كان معايا في الميه، وبفضل ربنا سبحانه وتعالى طلعنا كل الناس من العربيه، ما حدش توفى، اصابات كلها اصابات خفيفه يعني بفضل المولى سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله، والله الواحد بيفرح بالنماذج اللي زيك اخ علي. والله احنا الحمد لله، ده مصر وشعب مصر دي كلنا اخوات يعني، كلنا مصر امنا كلنا والله، واحنا جينا وناس جينا فخورين فخورين صحيح. جدا بتكريم الرئيس سيادة عبد الفتاح السيسي بتكريمه لنا يعني، والله فخورين. لما عرفت انه الرئيس امر بتكريمكم يعني اكيد انبسطت. يا ده انبسطت وبقيت فخور على الروح الطيبة، روح الرئيس عبد الفتاح السيسي انه يعني عارف يوصل لنا، والروح الطيبة معانا في جينا، ده شرف، ده شرف لكل اهل جينا يعني، شرف كبير أنا بحييك والله العظيم. وبشكرك. وبنشكر سيادة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأمن وعلى الأمان، ونشكر السيد اللواء محافظ جينا برضه، وشرف لجينا، شرف الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشرف جيني محافظ جيني، والسيد مدير أمن جينا برضه يعني ده شرف لينا، والسيد بشكرك. عميد مرور جينا برضه، كل الناس دي، بنشكر كل الجهات المختصة. واحنا بنشكرك وبنحييك الاخ علي حسين احد الشباب المكرمين من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. الشاب ومعاه الشاب الثاني احمد انقذوا 16 روح من خطر الموت المحقق.